السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه تعليم راندا مع ام نعمه. اليوم ان شاء الله غنكمل معكم هذه الزواقه. هذه انا بديتها معكم من الاول، ودابا غنوري لكم كيفاش نفرقوا الراندا هنايا في الفتحه ديال العنق. بالنسبه لهنا انا دايرها جلابه، يعني غنوري لكم كيفاش غنفرقوا الراندا ونقلبوها. وبالنسبه للاخوات اللي خدموها في قفطان فغادي غير يفرقوها وما غاديش يقلبوا الراندا. انا غنوري لكم دابا كيفاش نكملو. انا هنا خدمت هاد الجهه غير باش نعرف كيفاش ندير ليها، اللي حقاش انا اول مره غنخدم هاد الزواقه هذه. غنوري لكم دابا كيفاش نخدمو هاد الجهه. فضروري هنايا ملي نبغيو نكملو الراندا باش نقسمو خاصنا ضروري نساليو في النص. انا هنا حبست هنايا في النص، بقيت كنخدم حتى وصلت لهنا لهاد النص، خدمت هاد الجهه وهاد الجهه وساليت هنايا، ومن بعد خدمت هاد شويه على وجهه عاد قلبت وخدمت. انا نفس هاد الشيء اللي درت هنا غنطبقوا معكم في هاد الجهه. نديروا بحال اللي هاد الراندا ما كايناش ونبداو بحال من الاول. انا ساليت هنا الراندا غنكمل معكم. بالنسبه للحرير انا خادمه على جوج شعرات، غنخدم بالبره دائما يا اما النمره 5 او النمره 6 بالنسبه الى ما كانش عندنا العقيق. الا كان العقيق كنستعملوا البره اللي كدوزينا في العقيق. هنا اخواتي باش نعرفوا النص اللي غنخدمه، تنشدوا شي حاجه كنحطوها هنا، يعني كنطراسيو بها النص. هذه بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي ما عمرهم ما خدموا هذه الزواقه. اما بالنسبه للاخوات اللي ديجا كيخدموا الراندا فراه غيعرفوا كيفاش يقسموا هذه الراندا. هذه بالنسبه لهنا انا وصلت لهذا اللون هذا، نقدر نجي لهنا ونشوف بحال هكا. دابا بالنسبه لهنا هذه انا خدمت هذه الزواقه هذه بالنسبه لهذا اللون هذا، فكنخدموا بحال هكا هانتوما غير النص ديالو هكا وتندي كيف ما درت هنا في هذه الطريقه. وراه هذاك اللون جانا هذا المثلث الصغير هذا قبل لون الكحل. هاد المثلث فراه هو هذا خدمته هنا عاد خدمت اللون الكحل. المهم دابا غنطبقوا هاد الهضره هذه اللي قلت. بالنسبه لهاد اللون هذا الكري فراه كنشدوه من هنا، ملي قسمنا هاد اللون ديناه هنا، وهنا غنخدم غيجيني هاد المثلث الصغير. غنوري لكم دابا كيفاش غنخدم هاد المثلث، نكبر باش يبانوا لكم هادوك الضربات مزيان. ونبداو بسم الله، نجيو لهنا لهاد الوسط هذا، غنهز هاد العوينه هذه هنا. راه سبق ليا وقلت لكم اخواتي بالنسبه لهاد الزواقه هذه هنا تيكونوا عندي 8 العوينات هنا، وهاد العوينه هاد الاخرى حتى هي كنخدموا فيها. هز هنا 4 لان هاد الشريط هذا ما تنبغيوه نديوه هنا، كنهزوا 4 الضربات هنايا. غنخدم في هاد العوينه هذه، ها وحده غنجي لهنا، جوج، ها ثلاثه، أربعة. نعود نرجع في هاد العوينات هادو، وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة. نعود نرجع، هنا كنخدمو عادي ولكن هنا كنبقاو نطيحو في العوينات باش تطلع لينا الراندا بحال هكا غادية. وفي نفس الوقت رحنا حالين يعني فارقين هاد الراندا. وقبل ما نقلب اخواتي الراندا كنخدمو واحد شوية على وجهها بحال هكا، باش ملي كندورو كيبان لينا هاد الاول مخدوم على وجهه، عاد من بعد كيبان لينا هاد الجهة هادي اللي قلبنا. نكمل معاكم، جوج، ها ثلاثة. هاد العوينة الأخرى ما نخدمش فيها ونرجع. نعود نرجع ونخلي العوينة الأخرى ما نخدمش فيها. واحد، جوج، ثلاثة. غنعاود نرجع في هاد العوينة هادي. دابا غنحبس هنا. بالنسبه لهنا دابا كاع الا غلطنا تراجعوا لهنا. دابا هذه هي الزواقه نفس اللون هذا، هنا تنديو هذه وتنديو فيها هذا اللون هذا الكحل، يعني هنا غنركب الكحل. تنجيو لهنا كيف ما وريت لكم هنا ملي كنا كنبغيو نخدمه، فراه بنفس الطريقه غنجي لهنا نشد هنا نثبت هذا الخيط حتى
حتى هاد الحرير باربينو على جوج شعرات. غنهز هاد ربعة العوينات اللي عندي هنا، ها وحدة ها جوج ها ثلاثة ها أربعة. انا كنت باغا نوريكم في شي لون مفتوح، ولكن هنا فين جاتني القسمه فين قسمت جاتني في هذا اللون هذا الكحل. نتمنى يكون واضح ليكم. غنبقى غادي اخواتي بهاد ربعة العوينات نعود نشد هنا ونرجع فيهم. هنا ما كنطيحو لا عوينات لا والو، كنديو هاد الشريط هذا حتى كنوصلوه لعند الثوب، كنبقاو نرجعو في هاد ربعة العوينات. نعاود نشد هنا نبقاو نرجعو في هاد ربعة العوينات. هنا ملي كنوصلو لهنا تنشدو في هاد العوينة هادي تنزلو هاد الخيط لتحت ونعاود نرجع في هاد ربعة العوينات. نشد دابا في الثوب ونرجع عادي ربعة ضربات، وحدة جوج ثلاثة أربعة. نعود نرجع فيهم هنا أخواتي. المرة الثانية اللي تنبغي نشد في الثوب كنطيح عوينة باش نشد هاد الراندة هادي هنا في الثوب. دابا هاد الضربة الأخرى ما نخدمش فيها ونشد في الثوب، غيبقاو عندي غير ثلاثة ضربات، وحدة جوج ها ثلاثة. ونعود نرجع غنخدم غير جوجات، وحدة ها جوج، ونشد هنا في الثوب ونعود نرجع. المرة الأولى ملي كنشدو في الثوب ما كنطيحو حتى عوينة، من بعد كنبقاو فيما شدينا في الثوب كنخليو عوينة وما كنخدموهاش. دابا غنشد في هاد العوينة هادي ونشد هنا في الثوب. صافي نشد في هاد العوينة ونجيبها هنا للثوب. صافي بغينا نخليو هاد الخيط لتحت كنخليو حتى من بعد وكنعقدو واحد العقيدة وكنقطعوه. بالنسبة لهنا غتقلب لينا الراندة غندخلو هنا في الثوب دابا غندوزو من ورا هاد السطح هذا الشيء نديرو تناخدو هاد اللون الكري وتنديو من هنا. حنا دابا مع قسمنا غندي هاد السطر هذا كري، ولكن دابا غنقلب الراندة لان عندي هادي جلابة. دابا ملي خدمت هاد شوية على الوجه وقسمنا الراندة دابا غنقلب ونخدم من الجهة الاخرى. هانتوما غنكمل الزواقة عادي ولكن غنقلب التوب، نقلبو التوب ونثبتوه بفنيتات. صافي ونكملو عادي. بالنسبة لهاد الخيوط اللي تيكونو عندنا فرا تنعقدهم غير عقيدة بحال هكا لقاش مكنخدموش فوقهم لأنه ماشي نفس اللون. صافي تنقطعوه
صافي غنكملوا هنايا، هنا غنكملوا بنفس هذا الخيط هذا باش نخدموا دابا هذا اللون الكري هذا. غنوري لكم هذه الطريقه هذه، تنجيو لهنا تنخدموا في هذه العوينه هذه وتنجيو مع هذه العوينات حتى للثوب. عندنا ها وحده اللي خدمت دابا، ها جوج، ها ثلاثة، ها أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، وتنهز هاد العوينة هادي، هاد سعود، ونشد هنا في التوب ونرجع في هاد العوينات. هاد السطر الأول ما غنزيد حتى عوينة، غنعاود نرجع في هاد العوينات، وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هاد سعود. هنا غنخلي هاد العوينه ما نخدمش فيها باش تبقى غادي لينا الراندوم هنا طالعه، فلا خدمت في هاد العوينه فما غطلعش لينا الراندا. نخلي هاد العوينه، هادو كيبقاو طالعين عندنا هاد العوينات بحال الضيجات. دابا غنرجع فهاد السطر حتى للثوب، واحد، جوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعة، ثمانية، هاد سعود. دابا نشد في التوب من هنا ونزيد عوينة من هنا، لأن هنا غنبداو نطيحو في العوينات، هنا غنبداو نزيدو فيهم، ونعاود نخدم تسعة العوينات ونرجع. نخلي هنا هاد العوينه ما نخدمش فيها ونرجع مع هاد السطر. ضروري يبقاو عندنا تسعة العوينات باش ما يخسرش لينا الحساب. نشد هنا في التوب، نزيد عوينه من هنا ونخدم هاد السطر. نخلي هاد العوينه ونرجع. نشد هنا في التوب ونزيد عوينه. تولوا عندي هنا اربع ضربات في التوب بحال هادو اللي قبل. نرجع مع هاد السطر، نخلي هاد العوينه ونرجع. صافي هذا هو السطر الاخر. هنا تيولوا عندي ربعه الدرجات، وحده، جوج، ثلاثه، اربعه. صافي وفي التوب كيولوا عندي ربعه الضربات، وحده، جوج، ثلاثه، اربعه. نكمل هاد السطر، صافي ونشد في التوب، ندخل هاد الحرير هنا ونكمله. دابا ملي خدمنا هاد اللون هذا، دابا غنبغيو نخدمو اللون الاخر. دابا غنوصل لهاد اللون هذا. ملي غنبغي نخدم هاد اللون هنا، فقبل منو كنخدمو هاد المثلث هذا في هاد اللون، غنركب خيط في هاد اللون، غنخدمو هاد المثلث بهاد الطريقه اللي وريت لكم. غنهزو هاد العوينه هادي نثبتو فيها الحرير، ونخدم هاد العوينه تتولي عندي هنا هاد ضربه، وحده، نزيد لهنا غتولي عندي جوج،
دابا غيولو عندي 3 ها 4. نعود نرجع في هاد 4 الضربات، هنا تيبقاو ليا 4 ضربات ديال اللول لاخر، غنرجع في هاد 4 الضربات في الاول ما غنقص حتى ضربه، وفي هاد السطر الثاني غنخلي عوينه، هنا ما كنخليو حتى عوينه في هاد الجهه، هنا فين كنبقاو نقص العوينات باش كتبقى طالعه لينا الراندام هنا مقاده. نعاود نرجع في هاد 4 العوينات ونعود نرجع. دابا غنخدم غير 3 ها 2 ها 3 وغنرجع هنا كنخدمو عادي. هنا غنخدم غير 2 ضربات ونخلي وحده في الاخر، ها وحده ها 2 ونرجع فيهم. دابا فهاد السطر غنخدم غير وحده صافي، وغنخلي هاد الخيط هنا ونركب هاد اللون الاخر وندي هاد اللون من هنا. هذه هي الطريقه اخواتي، راه سهله بالنسبه لهاد الراندا، فراه هذه هي القسمه ديالها، راه كل راندا والطريقه كيفاش كنقسموها، هذه هذا هو القسمه ديالها، غير تمشيو بهاد الطريقه كتقسم هاد الراندا وكتجي مزيانه. غنشد هنا تنثبتوا الحرير هنا في هاد الجهه هذه وتنهز هاد 4 العوينات، ها وحده ها 2 3 ها 4. نعاود نرجع فيهم وحده 2 3 ها 4 ونشد هنا. دابا هاد اللون هذا كنهزو هاد 4 العوينات وكنجيو بهم حتى لهنا، في الاول راه ما كنقصهم والو، كنبقاو راجعه غير في هاد 4 العوينات. نعاود نرجع عادي هنا ما كنقصهم والو، حتى كنوصلوا للثوب عاد كنبداو نطيحوا في العوينات. نعاود نرجع هنا نشد هنا في هاد العوينه اللي بقات ليا ونعاود نرجع تنشد هنا في هاد العوينه هادي ونعاود نرجع. نشد هنا في الثوب، هاد الشده الاولى تنشدو ما كنقصو حتى عوينه، غنشد هنا في الثوب ونرجع في 4 العوينات، حتى المره الثانيه عاد كنقصو عوينه. ها 4 غنرجع فيهم، ولكن هاد السطر هذا غنخدم غير 3، وحده 2 ها 3. دابا نشد هنا في الثوب ونرجع هاد السطر غنخدم غير 2 ها وحده ها 2 ونشد هنا في الثوب، غنقطع هاد الخيوطه اللي عندي من قبل صافي خدمنا فوقهم. نرجع نخدم في هاد العوينات
وملي نرجع دائما كنخدمو وكنطيحو عوينه، هادي ما نخدمش فيها، ونشد هنا في التوب ونجيب هاد العوينه هادي لهنا للتوب صافي، وندخل هاد الخيط هنا وندوزو اللون الاخر. هنا ملي كنرجعو كنبغيو نخدمو هاد اللون هذا، فكيكون عندنا الخيط من قبل هنا شيط لينا هو باش نكملو، تنخدمو واحد العوينه هنايا وعاد كنهزو هاد العوينات اللي عندنا هنا كاملين حتى نوصلو لعند التوب. تنخدمو حتى هنا ونشدو في التوب هنا في السطر الاول ما كنزيدوش، غنرجع هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاد تسعود. ملي كنوصل لهنا هاد العوينة الاخرى ما غنخدمش فيها وغنرجع معها السطر، تنوصلوا للتوب هنا. ملي كنشدو في التوب كنزيدو عوينه في هاد السطر الاول اللي شدينا فيه في التوب، ما كنزيدو حتى عوينه حتى السطر الثاني عاد كنبداو نزيدو. المهم اخواتي راه هذه هي الطريقه، هنا غنبقاو نزيدو حتى يوليو عندي هنا 4 ضربات في التوب، وهنا كنبقاو نقصو في هاد العوينات باش كتبقى الرانده غادي لينا من هنا مقاده. المهم هذه هي الطريقه، السطر اللي كنبغيو نخدمو فيه هاد اللون كنديرو هاد الطريقه، والسطر اللي كنبغيو نزيدو فيه الالوان فكنخدمو هاد المثلث هو الاول. وريت لكم الطريقه كيفاش كنخدمو هاد المثلث، هذه هي الطريقه انا اللي بقيت غادي كنخدم حتى لهنا، فغيجي الفيديو طويل بزاف. كنبقاو غاديين حتى كنوصلو لهنا وكنبداو نلاقي وكنشدو في التوب ونشدو في الرانده حتى كنلاقيو هاد الرانده مع التوب. المهم اخواتي راه هذه هي الطريقه، نتمنى ان الشرح ديالي يكون واضح، نتمنى حتى التصوير يكون واضح لكم لان في الاول بديت لكم بهذا اللون الكحل. ولا ما فهمتوش شي حاجه دائما خليوها لي في التعليق، ان شاء الله نعاود نشرحها لكم حتى تفهموا مزيان. ما تنساونيش اخواتي دائما الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك معنا باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وشكرا لكم وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.